يعني تكريمات عديدة يا منا وأسماء عديدة وكلهم ليهم دور رائد في مجال العمل. يمكن كانت أستاذة شباب بتتكلم على تبني قضايا العمال والعمالة الموسمية، فكرة تهيئة المناخ للعامل وتدليل كل العقبات اللي موجودة أمامه علشان يشتغل ويعمل. واللي متابع يعني التاريخ المصري ومتصفح للتاريخ المصري هيشوف إن المصريين قدروا اللي هم فعلا يشيدوا حضارة عظيمة بالعمل والإنتاج، ويمكن ده كان بادئ من السد العالي وقلعة المحلة الكبرى للصناعة، وفي الجمهورية الجديدة حفر قناة السويس الجديدة، عمالة كتيرة قوي وحدث ولا حرج. والحمد لله دايما العمال بيثبتوا اللي هم على قد المسؤولية الملقاة على عاتقهم. معنا أيضا من بين المكرمين الأستاذ يوسف السيد إبراهيم منصور، ده يعني أحد المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال. صباح الخير يا أستاذ يوسف. صباح الخير يا فندم، كلهم طيبين ومصر بخير، وصباح الخير يا معالي الرئيس، دمت فخر لنا وللبلد كلها، داعم لكل العاملين. تشريفك لنا امبارح ده كان حاجة عظيمة جدا، تدعم دايما أولادك. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. أستاذ يوسف خليني أعرف بقى، أنت اتكرمت ليه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ إيه اللي أنت قدمته أو عملته علشان يستوجب تكريمك من سيادة الرئيس؟ والله أنا بحب أقدم الشكر الأول لسيادة الرئيس، وده حاجة فريدة من نوعها إن معالي الرئيس يكرم حد من مصانع السكر، ودي لأول مرة في تاريخها تحصل. وطبعا ده أنا بعتبره وسام على صدري تكريمي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده أنا بعتبره شهادة ميلاد جديدة ليا يكتب بسطور من ذهب على يد القائد والأب السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. طبعا توفيق من ربنا، ان ربنا يعني خلى تعب سنين ومجهود كتير وشركات كتير تحولنا فيها وروحنا فيها، كنا دايما سعيين ان الواحد يكون دايما في احدث الشركات. نعم. في احدث التكنولوجيا. يعني استاذ يوسف لو الصورة نفسها مش موجودة حاليا، صورة حضرتك، لكن صوتك بيدل على الشقة والعمل زي ما قلت، سنين كتير وعمل كتير، وباين قوي من طريقة كلامك ان حضرتك شخص عملي ما بتضيعش وقت، انت بتدخل في الموضوع على طول. يمكن احنا شايفين دلوقتي تكريم السيد الرئيس ليك، شايف ازاي التكريم ده واهتمام الرئيس بالعمال وحرصه الدائم والمستمر على تقديم الدعم للعمال تحديدا؟ ويمكن الرئيس اصدر نسخة جديدة كمان لشهادات امان اللي تم اصدارها في 2017 عشان حماية العمالة غير المنتظمة. احنا بنحب نقول له شكرا يا ريس على كل المجهودات اللي بتعملها. نعم. انت امبارح عن اصدرت قرارات هتغير حياه العامل، هتامنه. هنقول له انت دلوقتي يا ريس بدات تقول للعامل اتكلم واطلع وانتج، وما توقفش على شهادتك وتقول ان انا كده بس ده شهادتي فانا اخر هنا. صحيح. لكل مجتهد بنصيب. انا بفضل ربنا وبشكر ربنا طبعا على التكريم العظيم اللي كنت فيه امبارح في وسط يعني. انا عاجبني قوي يا يوسف اللي انت يعني اشرت لفكره ما توقفش عند شهادتك وتقول دي نهايه المطاف، لان في بدايه كلمه الرئيس اتكلم على فكره العلم والتسلح بالعلم والمعرفه والقيم اللي كان بيتسلح بيها العامل قديما، وعلشان كده قدر ان هو يقدم حضاره عظيمه. ولابد يعني ان الكل يتعلم كل ما هو جديد، تحديدا في ظل وجود التكنولوجيا والتطبيقات التكنولوجيه المتقدمه اللي لابد من التسلح بسلاح العلم والمعرفة عشان تقدر تواكب سوق العمل. بنشكرك أحمد. أستاذ احنا مش يوسف بس كمان يعني سيادة الرئيس بيتكلم عن اللي حصل قبل كده، احنا عارفين ان احنا بالفعل الدولة المصرية في الفترة. صحيح. الأخيرة قامت بوجود جامعات جديدة لها علاقة بالتعليم الفني والتعليم الصناعي، الجامعات التكنولوجية بتحاول انها تعمل طفرة جديدة. صحيح. في مستوى العمالة في مصر، وبتحاول انها تدي الشكل المؤسسي لشغل العاملين بحيث انهم كمان يبقوا عندهم القدرة على مواكبة اللي موجود في السوق، وعشان ما يبقاش في اي نوع من انواع البطالة. يعني الدولة ماشية في مختلف المحاور على شكل متوازي، وده هو اللي بنحاول نعمله في الفترة الأخيرة. كل. صحيح. الشكر ليوسف السيد إبراهيم منصور أحد المكرمين في احتفالية عيد العمال.